محاولة اغتيال خطيرة طالت أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في الداخل الإيراني يوم أمس، وهذه العملية هي طالت هذا القائد وهو حسين الماسي، وهو قائد اللواء 110 في كتيبة سلمان الفارسي التابعة للحرس الثوري الإيراني. هذا الرجل جاءت محاولة اغتياله في هذه النقطة الحمراء التي ترونها والمتمثلة بزاهدان، وهي مركز محافظة سيستان بلوشستان التي تقع إلى جنوب شرق إيران، من هنا طبعا باكستان ومن هنا أفغانستان بهذا الاتجاه، منطقة حدودية مثيرة للغاية. الذي جرى بحسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن هنالك مجهولين قاموا بمهاجمة الرتل الخاص بهذا القائد الإيراني الكبير، وحاولوا اغتياله بالقرب من إحدى النقاط العسكرية للتفتيش الموجودة في زاهدان، ولكنهم لم يتمكنوا من اغتياله بحسب طبعا الأنباء الرسمية. وهنالك أنباء غير رسمية تتحدث بأن الرجل قد أصيب ونقل على أثر هذه العملية إلى المستشفى، ولكن في نفس الوقت إن هذه العملية أدت فعلا إلى قتل أحد حراسه الشخصيين وهو محمود أبسلان، وهذا الرجل تبين فيما بعد بأنه نجل ونجل أحد القيادات في الحرس الثورية الإيرانية الموجودين في محافظة سيستان بلوشستان، واسمه برويز أبسلان. هذه طبعا العملية بعد ذلك وبعد ما تمت الأمور بهذا الشكل، وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أكدت بأنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم بأنهم فعلا قاموا بهذه العملية. لم يعلنوا أي شيء، لا عددهم ولا نشروا صورهم ولا أي شيء في هذه القضية، وبالتالي قد يكونوا فعلا قد هربوا المنفذين بالنسبة لهذه العملية. هذه المنطقة بأكملها الآن فيها الكثير من الاشتباكات والتوتر بالنسبة إليها على الحدود مع باكستان ومع أفغانستان، ولكن ما هو مثير فيما جرى من هذه المحاولة، محاولة الاغتيال التي جاءت طبعا يوم أمس، بأن قبل يومين من هذه العملية أعلنت إيران القبض على 3 من عناصر الموساد الإسرائيلي في نفس هذه المحافظة، ألا وهي محافظة سيستان بلوشستان، وهذا يثير الكثير من العلامات والملاحظات حول ما جرى بكل تأكيد. ولكن في نفس الوقت هي هذه العملية تأتي أيضا في ظل توتر كبير وتوقف في المفاوضات النووية، وذلك بسبب مسألة الحرس الثوري الإيراني. إيران تريد رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل ضغوط من الكونغرس وغيرها من الأطراف على الرئيس الأمريكي جو بايدن ليست قادرة على رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب، وبالتالي هنالك توقف كبير في هذه الاتفاقية. ولكن هنالك خبراء أمريكيين وضحوا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا وقبل هذه العملية التي نتحدث عنها بأن عليه الحذر، فالأمور لن تسير في الطريق الذي يبحث عنه فيما يتعلق بتوقف الاتفاقية النووية وإبقاء الأمور على هذا الحال. هؤلاء الخبراء طبعا بحسب الواشنطن بوست كما رأيتم هم تقريبا 40 أو بالأحرى هم 40 أساسا مستشارا أو خبيرا في مسائل النووية، قالوا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الوقت لا يمر في مصلحتك، تخصيب اليورانيوم عالي للغاية الآن ويصل إلى 60%، بل بعض التقديرات تصل بأنه أكثر من 60%، ولم يتبقى لإيران إلا أسبوع أو أسبوعين فقط لكي تصل إلى إنتاج يورانيوم يصل إلى 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب، وهذه هي الكمية الكافية لإيران لكي تمتلك القدرة للوصول إلى القنبلة النووية. فعليك يا بايدن أن ترفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب بأسرع وقت ممكن، وأن تعود إلى الاتفاقية النووية، خاصة وأن رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب هي بالنسبة لمؤيدي هذه الحركة هي ليست مؤثرة، هي رمزية فقط، بسبب أن هنالك الكثير من العقوبات الأخرى المفروضة على الحرس الثوري الإيراني على مستوى المؤسسات والأفراد، وهي التي ستمنع الحرس الثوري الإيراني من الوصول إلى أي طريق. عليك الوصول إلى هذا الطريق لمنع إيران من أن تتحول إلى دولة نووية، ونرى الكوارث. ولكن كما قلنا هنالك ضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس بالعادي، ليس آت فقط من الحزب الجمهوري الأمريكي، ولكنه آت أيضا من عدد من الديمقراطيين المؤثرين في الكونغرس الأمريكي وفي الحزب الديمقراطي طبعا بشكل عام. المشكلة هنا عندما ننظر إلى هذه القضية وبأننا أمام أسبوع أو أسبوعين من الوصول إلى هذه المقدرة، قد يعني بشكل واضح أن إسرائيل قد تتصرف خلال هذه الفترة لضرب المنشآت النووية، وبالتالي سنكون أمام تراشق للصواريخ كبير جداً،
ولكن في نفس الوقت أن إنتل سكاي كشفت في 19 من أبريل الحالي قبل أيام قليلة هذا الأمر. أرسلت إيران إلى إسرائيل عبر وسطاء أوروبيين صور مواقع لجميع مخازن أسلحة إسرائيل البيولوجية والكيميائية والنووية التي ستضرب في أول صدام عسكري معها. على الرغم أن هذه تبدو وكأنها تغريدة عادية من إنتل سكاي، إلا أن ذا كريدل كشفت بأن هذا الأمر صحيح للغاية وأن إيران فعلا أوصلت هذه الرسالة إلى إسرائيل عبر الوسطاء الأوروبيين بأنكم وبأننا نعرف كل شيء وسنضرب كل المواقع النووية إذا ما تجرأتم على ضرب المنشآت النووية أو ضرب إيران بأي شكل من الأشكال. وإنتل سكاي أساسا هي كانت في السابق كشفت عن المواقع العسكرية كاملة الموجودة في الداخل الإسرائيلي العام الماضي، كشفتها بهذا الشكل ونشرت جميع الإحداثيات، وأصبح أي شخص قادر على الوصول على هذه أو إلى هذه المعلومة وإلى المواقع العسكرية الموجودة والقيادات الموجودة الإسرائيلية في الداخل الإسرائيلي، وبالتالي الأهداف مكشوفة. وهذه أساساً المعلومات استفادت منها واستغلتها طهران تايمز بهذا الشكل بعد أشهر قليلة من طبعاً ما كشفته إنتل سكاي، ووضعت هذه العبارة Just one wrong move، أي بما معنى خطوة خاطئة واحدة فقط منكم أيها الإسرائيليون وستكون الضربات وستطال الصواريخ البالستية كل هذه النقاط التي ترونها وندمر إسرائيل بالكامل. وبالتالي الأمور واضح بأنها معقدة على الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن عليه حل مسألة الاتفاقية النووية وتفادي مثل هذه السيناريوهات بكل تأكيد. ولكن ما يزيد التعقيد في مسألة الحرس الثوري الإيراني هي قضية ظاهرة جديدة متعلقة بإيران نفسها وروسيا. فجأة مثلا وعلى سبيل المثال يوم أمس لاحظنا بحسب الفلايت رادار 24 أن هنالك طائرة من طائرات قشم الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي بالعادة طائرة تقوم بشحن الأسلحة من وإلى. اعتدنا أن نرى هذه الطائرة وهي تحلق وتذهب إلى سوريا بشكل مكثف، ها هي تظهر بهذا الشكل وهي تغادر موسكو. وكان هنالك الكثير من التقارير التي تحدثت بأن هذه الطائرات الشحن الإيرانية هي تنتقل بشكل مكثف ومستمر من وإلى موسكو. وإذا ما ذهبنا إلى تسجيل هذه الطائرة تحديدا التي ظهرت يوم أمس سنلاحظ بأننا أمام قشم فارس إير، في واحدة من الأمور الصعبة جدا بالنسبة للرئيس الأمريكي، خاصة وأن هذا التحرك يأتي بعد تقرير صدر خلال هذا الشهر من قبل The Guardian أثار الكثير من اللغط والتعجب وعلامات الاستفهام حول هذا التقرير الذي تحدث بأن إيران ترسل أسلحة إلى روسيا، وكذلك الفصائل المسلحة الموالية لإيران الموجودة في العراق هي أيضا تقوم بنفس القضية، وشرحت الطريق الذي يرسلون من خلاله الأسلحة. وبالتالي هنا مشكلة كبيرة جدا، كيف لإيران أن تتعاون مع طرف معاقب للغاية ألا وهي روسيا. والمشكلة أيضا أن الحرس الثوري الإيراني مستمر في عمليات الشحن. يوم أمس كانت هنالك طائرة شحن أخرى أيضا لمن طائرات ومن خطوط جوية لقشم التابعة للحرس الثوري الإيراني يوم أمس ظهرت بهذا الشكل في الفلايت رادار 24 وهي تحلق من طهران عبر الأجواء العراقية إلى مطار دمشق الدولي، بقيت لمدة ساعتين ونصف وبعدها عادت بهذا الشكل إلى أدراجها في طهران. وهذه الطائرة كما نلاحظ بأننا بهذا الشكل التسجيل الخاص بها فهي قشم فارس إير، وكذلك لدينا 23 من أبريل أي يوم أمس بوينغ 747 تحركت بهذا الشكل الذي نتحدث عنه. وما يزيد الضغط أكثر على مسألة الحرس الثوري الإيراني ليس فقط إصرار إيران على هذه المسألة بل التصريحات القادمة من الحرس الثوري الإيراني. هذا الرجل وهو قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الرجل صرح بشكل واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي طلبت من الحرس الثوري الإيراني أن يتنازلوا عن مسألة اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني التي تمت في عام 2020 في مطار بغداد. والرجل أكد بشكل واضح بأننا رفضنا هذا الأمر وأن مسألة الثأر لسليماني هي مسألة ليست للجدال، هي ليست للنقاش أبدا، وسننفذ هذا الثأر ولو بعد حين. وعلى الرغم من أن الأمور تبدو بأنها متشنجة للغاية ومن الممكن للخليج العربي أيضا أن يكون متشنجا معها، إلا أن هنالك أنباء مفاجئة جاءت من نور نيوز بهذا الشكل وتحدثت بأن الجولة الخامسة
من المحادثات بين إيران وبين المملكة العربية السعودية في العراق قد تمت هذه الجولة وتمت بهذا الشكل، ونشروا صورة على ما تبدو بأنها حصرية إلى نور نيوز ورئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي، وهو يتوسط المسؤول الإيراني مع المسؤول القادم من المملكة العربية السعودية، ووضحت بأن الأمور كانت إيجابية بالنسبة لهذه الجولة، بل كانت هنالك تصريحات رسمية من إيران تتحدث أن الأمور والأجواء كانت إيجابية في تحول غريب إلى مسألة قد تعني تصفير المشاكل بين الطرفين وقد تعني أيضا تطبيع العلاقات بين الطرفين بكل تأكيد. سنرى ما إذا كانت ستنجح أو لن تنجح، ولكن تظل الاتفاقية النووية مسألة مثيرة للجدل أيضا بالنسبة للخليج وليس فقط بالنسبة للعالم وإسرائيل بشكل عام.